مو سعد. طقس ربيع معتدل عم بيسيطر على اجواءنا للايام اللي جايه، لبكره جونا قليل غيوم الى هام جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ودرجات الحراره رح تتسجل على الشكل التالي. بنبدا جولتنا مع عكار و22 درجه، 24 بطرابلس بالعاصمه بيروت و23 بصور. ننتقل لبعلبك مع 23 درجه، 12 باللقلوق، 22 بزحله و20 بجزئين. نسبة الرطوبة عم تسجل أقصاها على السواحل 80%، رياح اتجاه جنوبي غربي مصدرها اليونان وعم تسجل سرعتها 40 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمعتدل ارتفاع الموج. كيف رح بكفي طقسنا للأيام اللي جاية؟ إذا لبكرة جونا قليل غيوم إلى غائم جزئياً، ودرجات الحرارة عم تسجل 24 درجة، بتستقر على 24 لنهار الأحد، أيضاً أجواءنا دافية وجونا قليل الغيوم، وبترتفع بشكل تدريجي اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل مع 26 درجة لنهار الاثنين، وبتلامس 28 درجة لنهار الثلاثة، وطقسنا قليل الغيوم ودافي. هون نوصل لختام نشرتنا، أنا بلاقيكم بكرة بنشرة جديدة، تصبحوا على ألف خير.